البترول. احنا في البحر الاحمر هنا في وخليج السويس، انا قفلت مع وزير البترول كان هلال برضه، قفلنا البترول قبل المعركة بنص ساعة علشان ما يلحظوش الاسرائيليين. فضل البترول لغاية نص ساعة قبل المعركة، واحدة ونص يوم 6 اكتوبر لما قفلناه. وكنا طبعا محتاجين، لما قفلنا البترول محتاجين لبترول. اما جيت اعمل المعركة حكيت لكم، بعت للقذافي وقلت له يا ابني ابعت لي اعمل حسابي في 4 مليون، صحيح؟ قلت له يا ابني اعمل حسابي في 4 مليون طن على سنة، مانيش عايزهم فورا، على سنة. قال حاضر انا موافق، وبعت لي. فبعتنا زي ما انتوا عارفين مركبين عبوهم، وبعد كده راحوا رافضين كلية يدوا بترول. وتذكروا دي، ده كان الوقت اللي انا اتزنقت الله يرحمه شاه ايران، لما ما كانش عندي احتياطي الا 15 يوم للقوات المسلحة وللبلد، ولو حصل اي معركة في ذلك الوقت كان القوات المسلحة تستهلك الاحتياطي ده في ساعات، وكان لا البلد ولا القوات المسلحة بعد كده يبقى عندها نقطة بترول بعد ساعات. شاه ايران الله يرحمه، انا بعت لاخواننا العرب ما تأخروش، بس طريقتهم هم مش على بالهم مرتاحين. ولما اقول له عندي احتياطي 15 يوم يقول لك طب ما فيهاش حاجة، يعني ابعت الوزير وعلى مهله على شهر 2 يبعت البترول. لكن دي معركة. لما بعت لشاه ايران امحول المراكب من البحر تيجي على اسكندرية اللي كانت رايحة اوروبا، حولها باللاسلكي على اسكندرية، لانه عارف ان دي معركة ما تحتملش، وال 15 يوم احتياطي القوات المسلحة تخلصوا في ساعتين اذا جرت معركة. طب واعمل ايه انا بقى بعد كده؟ دباباتي وقواتي تقف، وحتى البلد كلها، لانه المخازن، المخابز، محطات كهرباء، كل شيء يقف. وصدمة القذافي قال ما بديش بعد ما اتعهد ب4 مليون طن على سنة. شاه ايران حول المراكب من البحر وبعت 600,000 طن فورا من اللي كانوا في البحر، وقال لي وزير البترول يجي ياخد الكمية اللي انت عايزها على بقية المدة. بفتكر اصل الحكاية دي يعني لازم كل شوية كده نفتكر الدنيا ونفكر اللي حوالينا كلهم.